باذن الله رجعنا نشارككم في جاتكم فيديو جديد مع الحلقه الجديده. النهارده باذن الله يا شباب هنلعب كارير مود باقصر لاعبين موجودين في فيفا 22 ونحاول نفوز معاهم بكل البطولات الموجوده. قبل ما نبتدي لسه حط لايك اشترك في التشبيك عشان نوصل الفيديو ده اكتر من 60 لايك. يلا يا شباب نقدر لو كل واحد حط لايك وقولوا لي لو عجبتكم السلسله دي ممكن نكمل فيها تجارب كارير مود باذن الله. ممكن نجرب ليه لا، ادي اول حلقه باذن الله هنعمل كارير مود القصيرين وهنشوف هل القصيرين قادرين ان هم يجيبوا كل البطولات الموجوده. اوكي نفس هو الشكل مش هغير حاجه، ممكن نكتب مثلا شورت سمان نادي حقيقي باذن الله. هنختار نادي في بيشارك يعني في دوري الابطال عشان نشوفهم الدنيا تبقى عامله ايه معاهم. نختار مين؟ ممكن يبقى السيتي فيه كام لعيب قصيرين، فممكن نلعب بالسيتي، ممكن نلعب بالسيتي. وطبعا نخلي الاستحواذ المالي مليار دولار. اوكي دوس تقدم باذن الله. خلينا نجرب التشكيله القصيرين. طبعا انا مجهز لاعبين موجودين جهزتهم وشفتهم على المواقع وبعد بحث كتير يعني. اوكي يا شباب المان دخل شورت سمان. يلا يا شباب ده هو شكله طويل شويه المدير الفني، كنا اختارنا واحد قصير لكن ما علينا باذن الله. المان نمبر 1 هنجيب كل البطولات باذن الله مع مانشستر سيتي. اوكي ونخش على طول. ايوه يا شباب يلا على طول خش نتوجه على الانتقالات. معانا مليار و200 مليون. احنا بس عايزين لاعبين، بعض اللاعبين اللي احنا مش محتاجينهم نحطهم على قائمه الانتقالات او يا اما نعملهم استغناء عادي جدا. فيسوس متر 75 هو قصير لكن يعني تقريبا في اكبر اقصر منه. انا مجهز تشكيله باقصر منهم. اوكي رياض محرز متر 79. لا رياض طويل فهنضيفه لقائمه الانتقالات. فيران توريس نفس الكلام، طويل جدا فيران توريس كمان. خيسوس لو جاله عرض ماشي يعني متر 75 طويل برضه. جريليش ستيرلينج، لا ستيرلينج هنعتمد عليه بشكل اساسي. فودن متر 71، خليه فودن حذر العروض برضه. وعندنا برنالدو برضه نفس الكلام متر 73 سنتي. لا فرناندينو هنعتمد عليه بشكل اساسي. اتوقع يعني ظبطنا تقريبا اغلبيه اللاعبين حطيناهم على الانتقالات. خلينا بقى نشوف اللاعبين اللي انا مجهزهم باذن الله احطهم واجمعهم باذن الله. نرجع لكم 20 minutes later. اوكي يا شباب رجعت لكم تاني بعد ما جبت كل اللاعبين القصيرين الموجودين. التشكيله هتبقى اسطوريه جدا يا شباب، انا عامل تشكيله اسطوريه حقيقي. طبعا زي ما شايفين كيلر ناباس وسومير هم تقريبا اطول اثنين ممكن يبقوا موجودين في الفريق كله لانهم يعني الحراس برضو ايه مش مفيش قصيرين قوي حتى القصيرين قوي مستواهم يعني قليل قوي. ف يعني قلت نجيب مثلا حارسين حلوين يمشوا غلط وبرضو في نفس الوقت من الاقصر في العالم سومير وكيلر ناباس. وهنا عندنا اسبليكويتا بجانب فرناندينيو اللي عندنا في الفريق، فالدفاع باذن الله برضو يعني قصيرين اقل من 180. وعندنا برضو اللاعب ده قصير جدا من الختافي. عندنا الظهير اليمين خيسوس ناباس متر 72، وعندنا كارفاغال متر 73، وترينتيير متر 73 برضو هنجيب اثنين منهم. جوردي البا عندنا متر 70، واخوان برنارد برضو متر 70. عندنا فيراتي متر 65 قصير جدا. عندنا كانتي متر 68 ده الاسطوره كانتي اسطوره خط النص. وعندنا جوميز متر 67. طبعا زي ما شايفين كلهم قصيرين. عندنا بليادر متر 70، مارتينيز متر 69، وليو ميسي متر 70، وكرونا متر 73، وعندنا انسينيا اخيرا متر 63. يعني كلهم تقريبا ما فيش حد معدي ال 180 غير الحراس بس. فيعني هنحاول نتعاقد معاهم باذن الله. هنا اوكي نباص عايز 15 مليون ونجيبه، فهنتعاقد مع كله بقى باذن الله ونرجع لكم. اوكي يا شباب طبعا شرينا كل اللاعبين دول زي ما شايفين. التشكيله الجديده بتاعتنا ناقص لنا بس الحراس سومر ونواص، وعندنا جوميز بس هو ده برده اللي ناقص لنا لان المرتب بتاعه اختلفنا عليه شويه. ميسي بنيادر ستيرلينج موجود، وعندنا انسين في الاحتياطي، انسين اقصر منه. بس كده شباب دي تشكيلتنا باذن الله نعتمد عليها بشكل اساسي. ودول الاحتياطيين برده مارتينيز انسيني كورونا فودن قصير برده فهنخليه فودن متر 71 فقصير. خوان برنات وعندنا هنا خيسوس برده ممكن يبقى ننزله احتياطي. كل دول باذن الله هيتباعوا بقى اللي هم اللعيبه اللي تحت دول كلهم. فمحتاجين بس نجيب الحراس مكان ادرسون متر 88 هو قصير لكن مش اقصر حاجه. هل يا ترى التشكيله دي تقدر تفوز باي حاجه باي لقب؟ هنشوف. اتوقع ان التشكيله دي تفوز باي لقب عادي جدا، سهل جدا ان هم يفوزوا باي لقب عادي. فخلينا نقدم شويه عشان نتعاقد مع الحراس ونتعاقد مع جوميز. سومر ب 28 ل 38 فخلينا نتعاقد معاه باي ثمن. سومر
اوكي سومر وصل اهو خلاص. يلا يا نباص كيلور نباص ب 17 مليون ويجي. عم خد 20 مليون بس هات 20 ماشي خده خده خد 26 مليون هات نباص اهم حاجه. اتوقع ان احنا كده تشكيلتنا جهزت في كل حاجه. اوكي عندنا هنا ممكن نعمل سكيب للموسم كله ولا لا؟ انا عايز امشي اللاعبين الباقيين. فممكن نعمل سكيب لمباراه ليستر. خسرنا ضربات جزاء. اوكي اول بطوله خسرناها مبدئيا كده اول بطوله خسرناها ضربات جزاء. اوكي يا شباب خلينا نعمل سكيب ليه مثلا نص الموسم كده. عندنا هنا طبعا الباريس و اوكي نعمل سكيب لنص الموسم لغايه هنا لغايه مباراه باريس الثانيه مثلا. نعمل سكيب كل ده. يلا توتنهام بنتعادل. اوكي نورويتش سيتي. يلا يا شباب عايزين نتالق. اوكي خسرنا امام ليستر سيتي وبنتعادل مع باريس تاني 2-2. طب ليه دفاعنا سيء يا شباب؟ دفاعنا سيء. ايفرتون بنخسر 3-1. باريس هي دي بقى اللي هتبقى حاسمه. التشكيله والله حلوه يعني التشكيله مش سيئه خالص ويعني اغلبهم جاهزين. ممكن نخلي ايدرسون يا شباب في حارس ولا ايه؟ خلي ايدرسون حارس احتياطي حتى. ايدرسون حلو ايدرسون حلو جدا. خليه اساسي يمكن نشوف حل للمشكله دي. ايدرسون بيلعب بشكل اساسي. هو الدفاع قلبين الدفاع المشكله عندنا. خلينا ماشيين زي ما الفريق القصيرين هنشوف هنوصل لفين في دوري الابطال وفي الدوري. اوكي خلينا نعمل سكيب برده لغايه فتره الانتقالات الثانيه اللي هي هتفتح في يناير. اوكي يلا باريس بنفوز 3-1. احنا خلاص تأهلنا بمجموعتنا اول مجموعه دوري الابطال. يلا المباراه السهله دي عايزين نفوز. ايوه عايزين نفوز كده وناخد نقاط فيها والكاس اهو كمان عمالين نتأهل اف اي كاب تقريبا. 2-2. عندنا هنا برده مباراه ليفربول وعندنا مباراه المباراه اللي بعدها في الكاس. اوكي ليفربول في الكاس بنخسر تقريبا طلعنا من الكاس خلاص. وهنا برده عندنا مباراه كاس ثانيه تقريبا اف اي كاب نخسر تعادلنا. في المركز السادس يا الله في المركز السادس اكيد ليفربول اول فارق 8 نقاط بيننا وبينهم وليستر الثاني. اوكي يا شباب خلينا نكمل لغايه ما نشوف مباراه فولفسبورج دي المباراه الذهاب هتنتهي على ايه على خير بقى ولا هنشوف. اوكي ديف الكاس يلا هنفوز 3-1. اوكي كده تاهلنا ليه ده تقريبا الكاراباو الاف اي كاب اللي هو مباراه ليفربول. اوكي احنا ماشيين في الدوري زي الزفت حقيقي والكاس برده بنخسر 2-1 وبنطلع بره الاف اي كاب. ربنا يستر في دوري الابطال. انا اهم حاجه عندي دوري الابطال حقيقي. دوري خلاص دورنا تقريبا يعني فقدت الامل فيه. دوري الابطال بنفوز 2-0 تمام. ايفرتون بنفوز اوكي يلا اليونايتد بنخسر 2-0. هنكمل نعمل سكيبات لغايه لما نوصل للقاء ليفربول. اوكي فوزنا 1-0 كده تاهلنا للدور اللي بعديه في دوري الابطال دور الثمانيه. برايتون اوكي ماشيين كويس في الشهر ده. الشهر ده ماشيين كويس معانا مباراه اليونايتد. اوكي اياكس هنقابل اياكس في الدوري. اوكي دوري الابطال بنتعادل 2-2. اوكي بنفوز الحمد لله. هنلعب ريال مدريد في ده نصف النهائي. هنلعب ريال مدريد في نصف النهائي. هنعمل سكيب للمباراه الذهاب. اوكي فوزنا 3-2. لا مباراه العوده ليها حسابات ثانيه. مباراه العوده في دوري ابطال اوروبا امام ريال مدريد. امام ريال مدريد يا شباب. سيتي امام ريال مدريد. ميسي للاسف طاقته نزلت بقى 91 بس. يلا يا رجاله امام ريال مدريد معاهم يوفيتش تقريبا باعوا الاسطوره بنزيما تقريبا. لكن المهم ان هو ملعبنا بين جمهورنا. فوزنا 3-2 في مباراة الذهاب ودي حاجة كويسة جدا. اوكي يا رجالة ندخل على طول لأجواء الشامبيونز ليج نصف نهائي للشامبيونز ليج يا رجالة. مانشستر سيتي أمام العريق بطل هذه البطولة ريال مدريد البطل الدائم. 13 لقب طبعا لريال مدريد لكن احنا بإذن الله هنتفوق النهاردة عشان نوصل للنهائي ونفوز بدوري الأبطال مع تشكيلة القصيرين. هنقابل يا إما ليفربول يا إما هنقابل بايرن ميونخ. فلازم نركز اثنين من دوري من إنجلترا نصف النهائي دوري ابطال اوروبا. يلا رجاله ايدن هازارد لوكا يوفيتش رودريجو ما علينا خلينا نركز في اللقاء النهارده. روح رحيم 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 راح رحيم راح رحيم ممكن يحطه حلو حلو. يلا ليو ميسي مع مندي يا راجل مندي تقيل. لا 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 يوفيتش هيلعب رودريجو هيشوت كانتين جولو بيلحق. يلا يا انسيني راح يلعب كرة برنالدو سيلفا لكن تيبو كورتوا. تعالى مستحيل ارفع اساسا. تعالى يا عم يلا رحيم ستيرلينج راح الجول.
العالم يا انت يا ستيرلينج، هو العالم يوم يوم يحتفل. لا لا حلوة 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 جدا. ايوه هي دي الركنيات السليمة. بص بص حطها الارتو بوم، خبطت في العرضة داخل الجول. حلوة تلحق كارفاغال او كازيميرو. حلو يلا ادرسون وانا بيطلع انا بيطلع، انت عارف اللي فيها انت عارف اللي فيها، بس انسيني. حلو اي 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 ادير ميليتاو ايه هازارد، خلي بالك بس شيل كانتي علامي كانتي و اسينسيو. ماشي بيخلص الفارق اسينسيو، ماركو اسينسيو. خلينا ننزل شويه لاعبين. روح ميسي يلا ليو، يلا ميسي بقى، يلا يا بني ادير يا ميسي انت وحش قوي يا ميسي. كارفاغال يا علامي، كارفاغال يا علامي. يلا ميسي يلا ميسي والنبي ميسي. يلا ليو، هو ليو يلعب كوره، يودي كوره في الفودن في الفودن فودن 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 فودن. اقتل اقتلهم 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 عالمي والله. شوف جري وجرهم ورا، جرى الكورتوا معاه بوم، حطها في اخر الزاويه. هاتها لو تعرف يا بافارد. خلاص السيتي الى النهائي، السيتي الى النهائي يا شباب. اوكي لسه مباراه البايرن وليفربول لسه ما اتحسبش مين اللي هيتاهل للنهائي. صرنا الدوري الانجليزي. اوكي هنقابل ليفربول، ليفربول اللي تقريبا هي كسبانه الدوري الانجليزي حاليا، هي تقريبا متصدره واتوقع حسمت الدوري خلاص الدوري الانجليزي. قدامنا فرصه ننتقل منهم في دوري الابطال ونوريهم ان احنا باذن الله قادرين على نبقى ابطال اوروبا. اوكي زي ما شايفين فوزنا، يلا بقى عندنا مباراه ليفربول. خلينا نشوف ليفربول لازم ننتقم منهم من الدوري الانجليزي. زي ما شايفين حسموا اللقب خلاص ليفربول اخره الله وعلى بركه الله، عندهم فريق تقيل جدا. اوكي اوكي ندخل على ارضيه الملعب يا رجاله. مباراه ليفربول امام مانشستر سيتي نهائي دوري ابطال اوروبا على البطوله الاقوى في العالم وفي التاريخ دوري ابطال اوروبا. زي ما شايفين هل يفعلها مانشستر سيتي فريق القصيرين امام ليفربول، امام ليفربول فريق تقيل جدا اللي فازوا في الدوري الانجليزي. وزي ما شايفين فازوا على بايرن ميونخ 4-2، فواضح ان هم فرقه تقيله جدا جدا جدا، وفازوا على اليونايتد كمان. ستيرلينج بنيادي ميسي برنالدو وفيراتي كلهم قصيرين كلهم قصيرين. مباراة صعبة مباراة صعبة، خلينا نركز في اللقاء. صلاح فيرمينيو فيرمينيو عمال يرقص، يلا جول 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 جول. يا ولد يا ولد ايه ده، في ايه؟ ليفربول بدأها صعبة قوي كده ليه؟ ليفربول بدأها صعبة ليه؟ ما تشيل يا عم. يلا يلا يا رحيم يا رحيم يا رحيم، هي 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 روح يا رحيم. ليفربول بدأها صعبة جدا. تولد 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 عليك ماشي دي. ميسي هيا برنالدو روح يا ميسي حط يا ليو، وعدت على طول لليو ميسي. ليفربول بدأها صعبة لكن احنا الحمد لله جبنا جول، الحمد لله نقدر نجيب جول. ميسي بيقدر يجيب جول. جول جول الحمد لله. ادرسون بيشيل، يلا ادرسون يطلع شيلها. ادرسون احنا قصيرين. لا الحمد لله. لا تعمل ايه؟ حرام عليك يا ستيرلينج. الله هي 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 يا رحيم ستيرلينج. يو ميسي حط يا ليو. يا ميسي الحمد لله الحمد لله ما هربتش بره، الحمد لله ميسي بيسجل الهدف الثاني وبيتألق انه ليون. القائد ميسي القائد ميسي 2-0 على ليفربول في نهائي التاريخ. شوف حط قالوا لكن اليسون وين على طول ميسي في المتابعه الحمد لله. يا ولد اسطوره يا فيراتي. يلا هي روح هي روح هي روح. ستيرلينج رحيم حط يا ميسي. انت عايز يحط الهاتريك بصراحه لكن انا غلطان ما شطتش. ماني مع كارفاغال، كارفاغال عامل مقدم مباراه عالميه مقدم مباراه عالميه. يا ولد يا اسبليكويتا الحمد لله نبي كيتا ما راحش بيها. يلا ميسي كنت عملتها لوب كانت تبقى احلى بصراحه. بنحاول يخلع من كارفاغال، كارفاغال هو بيحاول كارفاغال. يا ولد يا اسبليكويتا عالمي. حلو لا حلو 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 كلاهيز ده حلو بصراحه.
الحمد لله الحمد لله. لا 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 هربت هربت يا برناردو هربت منك هربت منك. ماشي مش مهم ضيعنا وقت ضيعنا وقت وبنفوز بدوري ابطال اوروبا يا شباب. واخيرا واخيرا فريق صايرين يعملها ونستطيع الفوز بدوري ابطال اوروبا. ليفربول اللي كسبت الدوري الانجليزي لكن احنا بنقدر نفوز في مباراه للتاريخ، مباراه صعبه جدا، لكن المصايرين كلهم بس كلهم مصايرين خالص بيحتفلوا بالانتصار وبروح العزيمه والانتصار يا شباب. بنقدر الحمد لله. يلا يا شباب يلا يا شباب. ميسي يا ريت كنت عملت ميسي هو الكابتن لانه يستحق. يلا يا اسبليكويتا انت مباراه عالميه يا اسبليكويتا تستحق ترفع اللقب. يلا يلا رافع يلا نرفع اللقب اوبا ونرفع لكم يا شباب لقب دوري ابطال اوروبا. انو صايرين بيقدروا يحققوها ونفوز الحمد لله الحمد لله. اوكي يا شباب احنا صدقوا احنا فرق نقطتين بس بيننا وبين ليفربول اللي كسبت بالدوري يا خساره. كنا قربنا جدا من الدوري صدقوا، لكن الحمد لله عادي عادي ما علينا الحمد لله قدرنا نعوض الكلام ده في دوري الابطال. اوكي يا شباب عندنا اكتر من سجل اهداف هو بنيادر ب 29 هدف في 58 مشاركه، وميسي 21 هدف في و14 اسيست في 63 مشاركه، رحيم ستيرلينج 18 كانت حتى كانت جاب 16 هدف والله عالمي يا كان. بس يا شباب اتمنى تكونوا عجبكم استمتعتوا بيه، يعني لو حابين نعمل فكره زي دي تاني اكتبوا لنا تحت في الكومنتات. فريق القصيرين هو عمل معجزه وقدر ينتصر بالدوري ابطال اوروبا، وكنا خلاص فاضل لنا مركز واحد بس بيننا وبين ليفربول، وخيسوس هو الهداف بفرق هدفين بس بينه وبين بنيادر. فبس كما محمد نبيل فاملا اشوفكم على خير.